وللحديث عن العدوان الصهيوني على غزة والقدس والتضامن الشعبي في أغلب الدول العربية والغربية في وقت أفشلت واشنطن إصدار بيان لمجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني، معنا من بروكسل الإعلامي الفلسطيني سامح رمضان. أهلا بك معنا سيد سامح. إذا معنا من بروكسل الإعلامي الفلسطيني سامح رمضان، ومن لندن أيضا ينضم إلينا الداتوك أحمد عامر المستشار في العلاقات الدولية. أهلا بكما سيد سامح ودكتور أحمد. تحياتنا الله وسلم، تحياتنا لكم وتحياتنا للقائمين على قناة الرافدين ومشاهديكم الكرام. أهلا وضيفك الكريم طبعا. أهلا بكما. نبدأ من الدكتور أحمد عامر ومن الموقف الأمريكي حقيقة الذي أفشل إصدار بيان لوقف العدوان الصهيوني. دكتور أحمد، يعني ما الذي تحاول واشنطن فعله في هذا الوقت؟ واشنطن التي أتت بالكيان الصهيوني إلى فلسطين وإلى منطقتنا بالكامل تريد أن تثبت ولاءها وموقفها حتى اللحظات الأخيرة، برغم الدماء الفلسطينية التي تراق، برغم قتل الأطفال والنساء والشيوخ، برغم تدمير كاميرات الصحافة حتى لا تصل الكلمة إلى العالم. أمريكا تريد أن تقف هذا الموقف، ولكن أنا أقول أن برغم من ذلك نحن نرى مواقف جديدة أيضا في أمريكا تحت قبة الكونغرس، نرى أصوات أخرى تبدأ لتقول أن الذي يحدث لا يقبله إنسان عاقل على وجه الأرض. يوجد بعض المواقف الأخرى التي تختلف مع موقف الحكومة الأمريكية، مع موقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهذا في حد ذاته أيضا جيد لدرجة كبيرة. نحن ما كنا نتوقع من أمريكا أن تكون حيادية، ما كنا نتوقع من أمريكا أن تقف مع أطفال فلسطين الذين يقتلون، لم نتوقع أي شيء من هذا. ولكن أقول للأسف الشديد أن الموقف الأمريكي زاد وقدم أكثر مما يريده نتنياهو والكيان المحتل بكثير، ولكن الشعب الفلسطيني الحمد لله يقول كلمته وبقوة، وكلمته هي الأقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. أنتقل للأستاذ سامح، بالنظر إلى الموقف الفلسطيني، كيف تقيم وضع المقاومة اليوم التي صمدت حقيقة أمام العدوان الصهيوني واستطاعت أن تفرض شروطها؟ نعم، يعني فيما يتعلق برأيي حول المقاومة الفلسطينية، بوجهة نظري كل من هو في قطاع غزة هو مقاوم شرس ومقاتل، ويشارك في هذه العملية ويشارك في هذا الاشتباك مع قوات الاحتلال بصموده وبوجوده على أرضه وبثباته في هذه اللحظات وهذا الظرف الدقيق الذي يمر به أبناء شعبنا في قطاع غزة. المقاومة أيضا لها الكثير من الوجوه، الكثير من المحاور. اليوم نرى وجميعنا نشاهد الصواريخ الفلسطينية وهي تنطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه المشاهد قد غيرت الكثير وأرهقت الكثير من الوجه الإسرائيلي، أنهشت وأفقدت جيش الاحتلال قوة ردعه واعتباراته، وغيرت من معالم يعني تعامله في قطاع غزة. تحولت الحرب من جانب الاحتلال إلى حرب انتقامية. الأطفال والصغار والمنازل والأهداف المدنية هي فقط ما يملكها الآن أو ما تملكها قوات الاحتلال، دليل إفلاس ودليل ضياع حقيقي للإدارة العسكرية في هذه المواجهة مع الشعب الفلسطيني. اليوم الفلسطينيون يعتبرون أنفسهم أن يدهم هي اليد التي تسبق وتعلو يد الاحتلال. ولكن هل يمكن نعم سيد سامح، هل يمكن استثمار يعني تطور المقاومة تكتيكيا وأيضا يعني من الناحية العسكرية، هل يمكن استثماره سياسيا لصالح القضية الفلسطينية؟ كما تحدثت لك، نحن في مرحلة مقارعة، وقد أثبتنا الكثير من مواقفنا الداخلية على صعيد الحاضنة الشعبية التي لا يستطيع أحد ينكرها ويسميها بمقاومة فلسطينية بعيدا عن أي سميات حزبية. هذه الوحدة
وهذه الوحدوية والروح الوطنية التي تمثلت في توافق جميع الرؤى وتضامن الشعب ابتداء من كل الحركات، حركة فتح ومنظمات فصائل منظمة التحرير وجميع كلهم يعني يصبون الآن ويتحدثون بصوت عالي وموحد. القيادة الفلسطينية مدركة جدا وتماما أننا لدينا حق فلسطيني ندافع من أجله. اليوم كان مبعوث الأمريكي كان متواجدا في رام الله وبحث فيها الكثير من الملفات فيما يتعلق بوقف المجازر ضد شعبنا الفلسطيني. المقاومة كلمتها أو القيادة الفلسطينية كلمتها هي الأخرى ليست بعيدتان عن بعض، جميعهم يتحدثون ويتحركون وفق مصالح شعبية ومصالح فلسطينية عليا. لا يوجد كلمة الآن تخرج عن نطاق ما يريده الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني في توحيد هذه الأصوات والمواقف، وأيضا الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يشترك ويجتمع أيضا مع الفعل المقاوم. نعم دكتور أحمد، المواقف الرسمية لأغلب الدول الغربية لاحظنا أنها تضامنت مع الاحتلال وتماهت معه، إلى أي مدى تعكس هذه المواقف استعداد العالم الغربي للتغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان والعدالة لأجل كيان يرتكب جرائم حرب؟ نحن نرى نفس المشهد الذي كنا نراه للدول الأوروبية عندما كانت تدعم الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا قبل الثورة وقبل قيام نيلسون مانديلا بحركته القوية لتغيير الأرض. نرى نفس المشهد، هذه الدول التي لازالت تقف مع الكيان الصهيوني وتدعم الكيان الصهيوني تدعم جيش الاحتلال، هذه الدول ستغير مواقفها اليوم وغدا بإذن الله تعالى. نحن مما لا شك أنه توجد أغلب الدول الأوروبية لازالت على موقفها في دعم الكيان الصهيوني، لكن أيضا يوجد كثير من أعضاء برلمانيين أعضاء ونواب في أحزاب كبرى في أوروبا، نرى الآن مواقف من داخل الأحزاب الحاكمة أيضا في أوروبا، بل رأينا اليوم الملك ملكة السويد وهي تقف والملك وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية يقفون مع موقف مع المتظاهرين الذين يدعمون القضية الفلسطينية. أنا أقول يوجد هذا الموقف ويوجد موقف مثل موقف ماكرون الذي يدعم الكيان المحتل بكل ما يملك، كما يوجد موقف مثل الموقف القوي للشارع البريطاني الذي خرج بمظاهرات جرارة في بريطانيا في ألمانيا في السويد في بلجيكا في بلاد أوروبية كثيرة جدا، ومعهم الكثيرين من البرلمانيين بل معهم أيضا وزراء سابقين فنانين. أنا أقول إن المجتمع الأوروبي برغم وقوف أغلب الحكومات كما تفضل، لكن المجتمع الأوروبي بدأ أيضا يغير مواقفه، المجتمع في أوروبا والإعلام أيضا في أوروبا بدأ يقول لا لا للكيان المحتل الذي يقتل النساء والأطفال والشيوخ، نحن مع الشعب الفلسطيني ومع حقه. نعم دكتور أحمد، يعني في ذات الوقت ما هو الخطر الذي يشكله حقيقة الإعلام في غزة ليتم استهدافه بهذا الشكل العنيف من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني؟ تماما، الذي حدث في 48 إلى الشعب الفلسطيني وهجر الشعب الفلسطيني وفعل ما فعل بالشعب الفلسطيني ما كان يرى أحد شيئا، لكن الآن ينكل الدماء الأشلاء قتل الأطفال والشيوخ والنساء وتدمير البنايات الكبرى على ساكنيها، ونرى الكاميرات تصور ذلك وكاميراتكم مقابلة الجزيرة وكاميرات جميع وكالات الأنباء من حول العالم تنقل هذا على الهواء مباشرة. المعركة الآن معركة فيصلية، معركة شرسة، والإعلام يمثل فيها رقم ورقم رئيسي، لذلك الكيان المحتل وجيش الاحتلال يريد أن يخرس الإعلام في العالم، يريد أن يسكت هذا الإعلام. نحن رأينا اليوم عندما نرى الجارديان وهي تتكلم بقوة وبقوة جدا عن أن الكيان المحتل هذا أتت به أيضا بريطانيا، وأن وعد بولفور هو الذي أدى لذلك، وأننا مخطئين في بريطانيا وأن الجارديان شاركت في هذا. أنا أقول أن صوت الإعلام يذهب للكبير والصغير للأبيض والأسود وكل الألوان وكل الطوائف، لذلك الكيان المحتل لا يريد لصحفي أن يبقى، لا يريد لكاميرا أن تصور، فكان
عليه للأسف الشديد أن يتخذ هذا القرار الدموي الشرس بقتل الإعلاميين كما يقتل النساء والأطفال للأسف الشديد. نعم أستاذ سامح، كيف تجد التفاعل الشعبي سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في التغطية الإعلامية لما يجري في غزة، خاصة أننا نتحدث هنا عن حجب فيسبوك وتويتر لحسابات المتضامنين مع القضية الفلسطينية؟ نعم، بطبيعة الحال منصات التواصل في شبكة التواصل الاجتماعي تمثل حالة اختراق للمجتمعات الغربية والمجتمعات الغير عربية، وتحدث تفاعل كبير جدا كما يسمونه في يعني مصطلحات الإعلام الاجتماعي الترند، أو هذا الكلمة أو هذه الكلمات الصغيرة والتي تنتشر وتتفاعل تسجل أرقام بالملايين عبر فيسبوك عبر تويتر عبر الصور المتناقلة والتي يتم ترجمتها بعدة لغات. الكثير منا يصادف حالة تضامن كبيرة من ممثلين أمريكيين ممثلين غربيين تضامنوا وتحدثوا لأول مرة عن القضية الفلسطينية. سمعنا أسماء من هوليود يتحدثون عن غزة، سمعنا أسماء من مسلسلات غربية شهيرة يتحدثون عن التضامن مع قطاع غزة. هذه الأصوات تعتبر اختراق حقيقي وإزعاج، ويفتح الباب أمام تدعيم الرواية الفلسطينية والحقيقية لما يحدث من جرائم تنتهك ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي تمثل دور حقيقي في الدفاع عن الحق الفلسطيني، في الدفاع وكشف حقيقة المجرم أو الإجرام الاحتلال الذي يقود أعتى عبر أعتى أسلحة بالعالم، وصواريخ تستخدم لأول مرة محرمة دولية يتم استخدامها في قصف أهداف مدنية. كل هذه المعطيات تشكل حالة إعلامية داخل شبكات التواصل الاجتماعي تدعم فيها الشخص الفلسطيني، تدعم روايته، تدعم موقفه، وتساند أيضا الإعلام المحلي الفلسطيني في نشر الصور حول العالم. لذلك نحن يعني نحظى باهتمام كبير في هذه الأيام بالتحديد من كافة تفاصيل التناقل عبر المعلومة والصورة والنص لما يحدث وما يدور في قطاع غزة. اليوم العالم كله منفتح ومهتم لما يحصل وما يحدث، الكثيرون منهم قد فتحوا الباب مثل تعليق صغير أو بسيط من شخصيات عالمية ساهمت في دور كبير في عملية متابعة الجميع لحقيقة ما يدور من صراع فلسطيني إسرائيلي، من حقيقة احتلال أرض ومقدسات. هذه طبعا بدأت في القدس وستنتهي بالقدس، غزة هي مرحلة من مراحل النضال والكفاح وحمل الراية الفلسطينية أمام أي اعتداء وعدو وعدوان وغزو ضد الشخص وضد الروح الفلسطينية. نعم دكتور أحمد، ما هي السيناريوهات المتوقعة برأيك أمام هذا التصعيد المتواصل؟ وهل يعني باتت اليوم أو بات الكيان الصهيوني أمام الوقت بدل الضائع، بمعنى أنه إن كان لديه أهداف فلربما كان حققها ولكنه فشل؟ أتفق تماما مع ما تفضلت به حضرتك. الواقع أن الكيان المحتل لم يرى منذ أتى الأرض فلسطين واحتل هذه الأرض، لم يرى هذا الكيان المحتل هذا العدد من التصدي له من قبل المقاومة، هذا الرد القوي جدا من أهلنا في غزة والقطاع، لم يرى هذه الردود التي يقوم بها الفلسطيني الشعب الفلسطيني من كل حي من أحياء غزة ورفح وخان يونس وكل الزوايا التي تصب عليه حميما كلما أراد أن يبطش بأطفال فلسطين في القدس أو في غزة أو في أي مدينة من مدن فلسطين. أنا أقول أن نتنياهو يمر بأزمة وأزمة كبيرة جدا، لا يستطيع أن يواجه، لا أقول لا يستطيع أن يواجه العالم، لا يستطيع أن يواجه
شعبه، بل لا شعبه المحتل الذي جاء ليحتل فلسطين لا يستطيع أن يواجه حزبه والذين انتخبوه. الواقع لا. الذي نراه الآن بأعيننا هو أن الشعب الفلسطيني من الماء إلى الماء، من شمال فلسطين لجنوب فلسطين، يقف صفا واحدا يقول كلمته، حتى المظاهرات التي تقوم بصدور عارية وأيدي خاوية في داخل يافا وحيفا والجليل وجنين وكل المدن الفلسطينية تقول كلمتها وتجبر المحتل على أن يغير سياسته. نعم، إذن من لندن الداتوك أحمد عامر المستشار في العلاقات الدولية، وأيضا كنت معنا من بروكسل الإعلامي الفلسطيني سامح رمضان، شكرا جزيلا لكما.